برضه في المنتخب الأولمبي شعورك إيه؟ أنت في الوقت ده كان الجيل بتاعك عبد الله السعيد، شيكابالا، محمد الشناوي، أحمد شادي قناوي، والأربعة دول ما زالوا موجودين دلوقتي. وزي ما إحنا كنا بنتكلم اللي هما كل واحد في مكانه هو أجمد واحد. تحس بإيه؟ كل واحد ربنا بيديله في وقته معين تفكير معين ممكن يفكر بيه. أنا ممكن العقلية بتاعتي في الوقت اللي أنا كنت شغال فيه كورة كانت عقليتي كلها راحت إن أنا لازم أبطل عند 30 سنة. انما هو كانت عقليتي كده، خد بالك العقليه دي يعني ايه؟ يعني هاكل ايه، هشرب ايه، هنام ازاي، هعمل كل الحاجات معينه. اللعيبه دي كانت بتحافظ على نفسها شويه شويه كتير، يعني عبد الله ما شاء الله بيحافظ على نفسه كويس جدا، واقف على رجله. حتى شيكابالا ما شاء الله واقف على رجله. ممكن شديد هو اللي شويه عشان بيلعب في الممتاز بيه مع فرقه زي حرس الحدود، هو اللي بعد شويه عن الدوري الممتاز. الشناوي لا، الشناوي صغير، اصغر مننا بحوالي سنتين او ثلاث سنين، بس هو كان متصاعد معانا. حته التفكير بتاعهم زي مثلا لما تيجي تقول مثلا محمد صلاح، الفرق بينه وبين ميدو، الفرق بين ميدو وبين محمد صلاح العقليه في الوقت ده كان بتفكر ازاي، محمد صلاح ملتزم ازاي في الوقت ده، وميدو كان في الوقت اللي هو بيلعب فيه في اوروبا كان عامل شكله عامل ازاي. ميدو كان كل شويه عايز ينتقل من نادي لنادي لنادي، ما بيثبتش مكان واحد، عمل تاريخ نفسه اثنين، وفي مارسيليا وبيتهيألي برده في اياكس، ولكن مش زي صلاح في ليفربول. صلاح عمل طفره في ليفربول، خلى الشعب المصري بيتفرج على الدوري الانجليزي، اخد تشامبيونز ليج، اخد الدوري الانجليزي. فدي حاجات كويسه تضاف له. هو الراجل عقليته عارف هو عايز ايه. انت كان ساعتها يعني بتفكر في ايه؟ ان انت مش بتفكر في ايه، انت الوقت ده كل حاجه بقى، انت بتنام ازاي، بتاكل ازاي، بتعمل ايه. في ناس بتوزن اكلها، في ناس بتنام في وقت معين، بتصحى في وقت معين، جرعه التمرين جرعه معينه، الوقت، التفكير، التركيز، انا لعبت او ما لعبتش. وخلي بالك برضو بتبقى حته النصيب في كل حاجه بتبقى موجوده. يعني مثلا انا اقول لك على حاجه، الثوره اللي قامت بتاعه 2011 تمام، لو ما كانتش قامت، في جيل بطل في الثوره دي، في جيل بعد خالص عن الكوره، لان الثوره دي قعدت 3 سنين ما فيش كوره في مصر.